للمزيد من المتابعة ينضم إلي هاتفيا الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية. يعني دكتور أكرم، في البداية كيف ترى أهمية هذه القمة يعني على أفريقيا وحرص والحرص الأوروبي على دعم التنمية في القارة السمراء؟ هي مبادرة هامة أطلقتها ألمانيا عندما كانت تترأس قمة العشرين في عام 2017. الهدف من هذه المبادرة هو تدعيم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا وبين دول مجموعة العشرين، واللي بتتكون من 19 دولة ذات اقتصاديات متقدمة إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي. احنا طبعا في مشاركة للسيد الرئيس باعتباره بطبيعة الحال رئيسا لمصر، باعتباره أيضا رئيسا للاتحاد الإفريقي اللي مصر تتولى رئاسته في عام 2019. أنا عاوز أقول أيضا أن العالم كله مهتم بأفريقيا، يعني في الآونة الراهنة، يعني تشوفي حضرتك الولايات المتحدة مهتمة بأفريقيا، روسيا مهتمة بأفريقيا، الصين مهتمة، الاتحاد الأوروبي. من حيث التوقيت أيضا التوقيت له دلالة، يعني في أزمات بتواجه الاقتصاد العالمي، في تقلبات في أسعار المواد الخام، في تقلبات في أسعار الصرف، في منافسات وصراعات اقتصادية بيشهدها العالم. وبالتالي احنا في هذا الإطار بنفهم أيضا أهمية التعاون الاقتصادي بين دول العشرين وبين دول القارة الإفريقية بهدف دفع عملية التنمية في القارة الإفريقية، بهدف جذب الاستثمارات، والاستثمارات دي عنصر أساسي في تحقيق التنمية. الهدف في النهاية أن تتحقق منفعة متبادلة بين كافة الأطراف، وده بيختلف عن المعادلة التي كانت موجودة في فترات سابقة، في فترة الاستعمار مثلا أو غيره، كانت الفائدة تعود إلى أحد الأطراف ولا تستفيد منها القارة الإفريقية. الآن المعادلة تغيرت، أننا إزاء عمليات تنموية، إزاء جذب للاستثمارات، إزاء منفعة مشتركة تعود على كافة الأطراف. وده بيسهم الحقيقة في علاج أيضا بعض العيوب اللي بيعاني منها الاقتصاد الدولي، بيدفع بدول القارة الإفريقية إلى التنمية، إلى تحقيق مشروعات يعني هم أفريقيا في حاجة إليها، سواء في البنية التحتية أو في الطاقة والطاقة المتجددة أو في مشاكل التصحر وغيرها من القضايا التي يمكن أن تنعكس إيجابا على أفريقيا والشعوب الإفريقية. ولكن دكتور إكرام، يعني موضوع البنية التحتية تحديدا ربما سيحتاج كما تعلم للكثير من الأموال والكثير من ضخ الأموال، لأن البنية التحتية يعني موضوع متشعب وممتد وواسع، يعني خدمات كهربائية، مياه وإلى آخره. يعني هل برأيك وضح إليك آلية التمويل؟ طبعا يعني التمويل بيتم من جهات متعددة، سواء كانت دول أو حتى يعني في جهات اقتصادية دولية، يعني البنك الدولي متواجد، صندوق النقد الدولي، البنك الإفريقي للتنمية وغيرهم، كل دول اللي بنسميهم شركاء التنمية. فطبعا والتنمية لها يعني مستويات مختلفة، وهناك يعني ما يحتاج إلى زمن زي ما تفضلت حضرتك، فترة يعني قد تكون طويلة نسبيا، هناك أيضا تنمية يمكن أن تحدث في المدى المتوسط وفي المدى القصير. إذن هي مجموعة يعني متشابكة من المشروعات التنموية، وتعتمد على الاستثمارات التي تقدم إلى دول القارة الإفريقية. أنا عاوز أقول أيضا إن ولو أننا نتحدث عن جوانب اقتصادية، إنما هذه الجوانب الاقتصادية أيضا لها انعكاسات سياسية هامة. يعني إحنا لما بنتكلم عن التنمية وبنتكلم عن مشروعات في دول القارة الإفريقية، ما هو ده يمكن أن يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا، ده يمكن أن يساعد على مواجهة الإرهاب الذي تعاني منه يعني أكثر من دولة إفريقية. إذن قضايا السياسية والقضايا الاقتصادية والقضايا الأمنية هي قضايا مترابطة وقضايا متشابهة. إنما الجديد ربما في الموضوع أننا إزاء معادلة جديدة يستفيد منها كل الأطراف، ولا تتجه المصالح فقط إلى طرف وحيد.
طيب دكتور إكرام، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، طبعا مصر بتقوم بجهود في هذا الصدد، يعني كيف يمكن أن تساهم مصر أو تساعد مصر في الربط بين الجانب الأوروبي وألمانيا، وتساعد في ضخ المزيد من الاستثمارات في إفريقيا؟ طبعا الدور المصري دور متميز في هذا الإطار. أنا عاوز أقول، لو إحنا بنتكلم عن مصر وألمانيا ومنهم نتكلم عن إفريقيا، مصر دولة مؤثرة في الإقليم الذي تتواجد فيه. ألمانيا دولة مؤثرة في الاتحاد الأوروبي وفي العالم، يعني سواء فهمنا هذا التقسيم من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية. مصر بتتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، وبالتالي هنا خصوصية العلاقة بين مصر وألمانيا سواء على المستوى الثنائي، يعني مصر وألمانيا في مستويات مختلفة، أو على المستوى الجماعي، يعني مصر وألمانيا وأفريقيا. مصر منذ تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي في هذا العام 2019 بتسعى جاهدة، وفي شفنا يعني في فترات سابقة قريبة شفنا جولات متعددة للسيد الرئيس، ومشاركة في عديد من المؤتمرات التي تهتم بافريقيا، يعني وزي ما قلت لحضرتك في البدايه ان العالم كله مهتم بافريقيا. يعني كان في مشاركه للسيد الرئيس في السبع الكبار الجي 7، كان في مشاركه في منتدى سوتشي في روسيا، كان في مشاركه في التيكاد في اليابان. نعم دكتور إكرام، اضافه هذا يعني يدعني أتساءل، إفريقيا تشارك مع دول من الجي 20 أو قمة مع دول العشرين فرديا، العائد الذي سيعود على إفريقيا هل هو أفضل إذا شاركت في قمم فردية مثل قمة روسيا إفريقيا الصين إفريقيا، أم العائد سيكون أكبر إذا كانت المشاركة جماعية؟ يعني بطبيعة الحال كلاهما مطلوب. يعني لو حضرتك بتقصدي أن العلاقات بين كل دولة إفريقية على العلاقات حدة والعائد وبين وحجم الاستثمارات، تمام. حجم التبادل الاستثماري. بالضبط، يعني يمكن أن نتحدث عن مستوى علاقات ثنائية بين دولة إفريقية وبين هذه، وممكن نتكلم أيضا عن مستوى الجماعي، والجماعي ده ربما يكون أكثر تأثيرا وأكثر سرعة. يعني لما نتكلم عن التيكيت، لما نتكلم عن السبع الكبار، لما نتكلم عن منتدى سوتشي في روسيا، لما نتكلم عن قمة العشرين، ما هو ده يعني تعاون في إطار جماعي بين هذه المجموعة من الدول وبين الدول الإفريقية. يعني اليابان مهتم، السبع الكبار مهتمين بأفريقيا، روسيا مهتمة بأفريقيا، وعلى هامش يعني في إطار هذه الاجتماعات بيعقد أيضا ما يتعلق بأفريقيا يعني مجموعة من الدول أو كقارة. يعني كلاهما مطلوب، أن يكون هناك نوع من التعاون الثنائي، وأن يكون هناك أيضا تعاون في إطار جماعي، وخصوصا أن في يعني شركاء يعني في هذا الإطار دوليين، يعني نتكلم عن البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، كل ده الهدف منه تدعيم وتقوية ودفع عملية الاستثمار وعملية التنمية في القارة الإفريقية. ويمكن ده اللي أشار إليه السيد الرئيس في خطابه منذ قليل، إن يعني جذب الاستثمار أصبح لا غنى عنه لتحقيق التنمية في إفريقيا، وإن في منفعة متبادلة للجميع، وإن التقلبات اللي بتحدث في العالم الاقتصادية بتؤثر على العالم ككل، وبالتالي بنفهم في هذا الإطار أيضا أهمية التعاون وتكتيل الجهود لمعالجة هذه المشاكل. طيب دكتور إكرام، مثل ما ذكرت الكل يسعى للاستثمار في إفريقيا، هناك يعني البعض يقول أن كبار العالم يتنافسون من أجل الحصول على ثروات إفريقيا، في أي إطار يمكن أن يجتمعوا لخدمة القارة؟ يعني هو شوفي حضرتك، إفريقيا كانت بتعاني ولفترة طويلة من تناقض كبير في رأيي، وهو التناقض بين ما تملكه من ثروات، وبين ثروات كبيرة بطبيعة الحال، وبين القدرة على توجيه هذه الثروات لمصلحة الأفارقة. فاحنا كنا بنجد تفاوت أو فجو، يعني في موارد كثيرة ولكنها لا تستغل لمصلحة إفريقيا، وإنما تستغل لمصلحة أطراف خارجية. الجديد الآن أن المعادلة تغيرت، الصورة تغيرت، أصبح هناك محاولات وجهود لاستغلال هذه الثروات الإفريقية وبما يعود بالمنفعة على الجميع. يعني طبيعة الحال أن من يقدم استثمار أو من يقدم مساعدات أو كده أيضا بيستفيد،
ولكن أيضا المستفيد في المقام الأول هم أصحاب هذه الثروات من الدول ومن الشعوب الإفريقية. ودي الحقيقة يعني النقطة اللي مصر عملت فيها جهد كبير في خلال عام 2019 في خلال توليها لرئاسة الاتحاد الإفريقي، اهتمت بالتكامل الإفريقي، بالتنمية الإفريقية، بمواجهة الإرهاب في إفريقيا، بتحقيق الأمن والاستقرار والسلم في إفريقيا وحل المشكلات الإفريقية. إذن كل هذه الأمور بتسير في نفس الاتجاه، وهو أن القارة الإفريقية ودولها وشعوبها ستستفيد من هذه الجهود الدولية. نعم دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا هاتفيا، أنا بشكرك شكرا جزيلا.